بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أعزائي الطلبة، السلام عليكم. نواصل مع فيديوهات النهايات. في هذا الفيديو راح نحل مجموعة من تمارين، يعني نتدرب على تعيين النهايات. يعني اليوم راح ندير الجزء الأول إن شاء الله. نبدأ بعض نهايات الدوائر كثيرة، حدود دوائر ناطقة، ومن بعد نديرو نهايات دوائر تحوي على جذور، دوال جذرية. كنت سابق ودرنا، أي نذكركم بحالات عدم تعيين، حالات عدم التعيين. قلنا باللي كاين صفر، كاين أربعة، صفر على صفر، نهاية لا نهاية على لا نهاية، وعندنا صفر في لا نهاية، وعندنا زائد لا نهاية ناقص لا نهاية. كانت طالبة سألتني، قالت لي أستاذ واش نقصتك بحالة عدم تعيين؟ معناه عندما نجد حالة عدم تعيين، يعني بارك الله فيك بنياتي، كان طلبة ونسألوك أسئلة ما شاء الله، كي نوجدوا حالة عدم تعيين أي لا يمكن حساب النهاية مباشرة، لا يمكن حساب النهاية مباشرة، هنا يجب علينا اللجوء إلى تقنيات أخرى. مثلا كنت قلت لكم باللي كاين تقنيات إزالة حالة عدم تعيين، كاين التحليل، الأتشفاو، التحليل دائما يتبعوا الاختزال، اختزال، عندنا المرافق في الجذور، هذا نصيبوه المرافق، المرافق ثاني يتبعوا الاختزال، عندنا العدد المشتق، وعندنا تغيير المتغير محسوب عبارة، يعني كنصيبوا حالة عدم تعيين واش نديرو؟ العبارة الجبرية هذيك اللي دالة نغيروها، يعني تغيير المتغير، هذا واش المقصود، يعني أي العبارة الجبرية تاع الدالة هذيك نغيروها باش نخرجوا من حالة عدم تعيين. كاين ثاني سجلوا عندكم، كاين حالات وين كيكون صفر على لا نهاية يعطينا لا نهاية، مثلها مثل عدد، يعني مثلا كذلك كيكون صفر على عدد، مثلا عدد يعطينا صفر، صح. كيكون عندنا كذلك، يكون عندنا لا نهاية على الصفر، واش تعطينا؟ تعطينا لا نهاية، مثلها مثل العدد، كي يكون عدد على صفر راح يعطينا لا نهاية، يعني هذو كنا درناهم، يعني لو عدد على لا نهاية يعطينا ماذا؟ يعطينا الصفر، هذو كنا شفناهم، صح. نبدأ بعض تعيين نهايات بعض الدوال كثيرات حدود والناطقة، ومن بعد نديرو دوال جذرية شوية، يعني نطلعوا في الله. نهاية ناقص إكس أس أربعة ناقص إكس ناقص خمسة، كاين مثلا هنا حبيت تحسب لي النهاية لما إكس، انتبهوا مليح، لما إكس يؤول إلى ناقص لا نهاية، ولما إكس يؤول إلى زائد لا نهاية، كاين اللي يكتبهم للزوج، يكتبها لما إكس يؤول إلى ناقص لا نهاية، ويكتبها لما، وكاين اللي يكتبها كإكس لما إكس تؤول إلى زائد ناقص لا نهاية. ويا كاين عبارة أحسنهم، عبارة رياضيات، يعني معقولة منطقية وقليل اللي يستعملها، هي القيمة المطلقة لإكس تؤول إلى زائد لا نهاية، هذا مكان، هذه تشمل كامل هذا الكتبة اللي رايحنا. واش معناه؟ شوفوا مليح، معناه كي نقول ليميت f دو x، ونكتب لك هكا القيمة المطلقة لx تؤول إلى زائد لا نهاية، نعرفوا باللي واش معناتها، فيها زوج يخرجوا لي دو ليميت، واش هما؟ نعرفوا باللي القيمة المطلقة لx تساوي x لما x يكون أكبر أو يساوي صفر، وتساوي ناقص إكس لما إكس يكون أقل أو يساوي الصفر،
صح، هذه في القيمة المطلق. إذن هنا ثان كذلك عندنا أي f دو x، عفوا نسيت الليميت، ليميت f دو x لما x يؤول إلى ناقص لا نهاية، وليميت f دو x لما x يؤول إلى زائد لا نهاية. عادي كي نكتب لك هذه هكذا عرب اللي تدرس النهاية عند ناقص لا نهاية وعند زائد لا نهاية، هذا مكان هذا واش كاين، هذا هو المطلوب. صح، هاك اضرب هذه خليها هنا. اذا عندنا ليميت ناقص اكس، اكس اس 4 ناقص اكس ناقص 5، يعني كثير حدود من درجة الرابعة، كثير حدود من درجة الرابعة. كيكون كثير حدود وليميت لا نهاية ندو الحد ذو أكبر أس وهو ناقص إكس أس 4، إذن تساوي، يعني نكتب هذه ليميت ناقص كذا لما إكس تؤول إلى ناقص لا نهاية، تساوي باش ما نضلش نكتب إكس أس 4 لما إكس نبداو يا ودي وراي الليميت، تساوي ليميت ناقص إكس أس 4 هذا مكان لما إكس نبداو لما إكس تؤول إلى ناقص لا نهاية، ومنه تساوي ماذا؟ صح، هنا عندنا أس 4 عدد زوجي. شوفوا مليح، كيكون عندنا، سبق وقلنا بلي كيكون عندنا ليميت إكس أس آن لما إكس تؤول إلى ناقص لا نهاية، زائد لا نهاية ما عنديش إشكال تساوي زائد لا نهاية، أما النقص لا نهاية لا، كاين حالتين، عندي زائد تساوي زائد لا نهاية وتساوي ناقص لا نهاية. تساوي زائد لا نهاية كيكون إذا كان أن زوجي كما اللي راه عندنا أس 4، وتساوي ناقص لا نهاية إذا كان أن فردي. صح، هنا عندنا أن زوجي إذن تساوي زائد لا نهاية، لكن كاين حاجة، كاين هذا، احذر هذا ناقص، ناقص هذا راهو هارد بالك، يعني هنا يعني هنا شوف واش عندك، هنا عندك الناقص وناقص لا نهاية، يعني ناقص لا نهاية أس 4، يعني تولي ناقص في زائد لا نهاية، لأن هنا أن زوج إذن تساوي ناقص لا نهاية. صح، إذن واش تساوي؟ تساوي ناقص لا، عفوا قلم أسرق، ناقص لا نهاية. عندنا كذلك ليميت ناقص إكس أس 4 ناقص 5 ناقص إكس ناقص 5 لما إكس تؤول إلى زائد لا نهاية، تساوي ليميت ناقص إكس أس 4 لما إكس تؤول إلى زائد لا نهاية. هذه واش هي؟ عندي الناقص اللي راه ورا الإكس مضروب في زائد لا نهاية، يعني نفس الشيء تولي لي ناقص لا نهاية. عندي المثال هذا، ليميت إكس مكعب ناقص إكس مربع زائد واحد لما القيمة المطلقة لإكس تؤول إلى زائد لا نهاية. معناها هنا نحسب ليميت ماذا؟ ليميت لما إكس تؤول إلى ناقص لا نهاية، ونحسب ليميت لما إكس تؤول إلى زائد لا نهاية. صح، أي ندو الأس الحد ذو أكبر أس اللي هو إكس مكعب، يعني ليميت إكس مكعب، إكس مكعب أن في الناقص لا نهاية، في الزائد لا نهاية ما عنديش إشكال زائد لا نهاية، علاش؟ لأن وراء الإكس ما كاش كاين زائد، هاو ما كاش ناقص ولا ما كان حتى حاجة. أما في الناقص لا نهاية عندي شرط، إذا كان أن فردي واش تساوي؟ تساوي ناقص لا نهاية. حوش نفهم، نحفظ القاعدة وهاني
أني جاوبت على التمرين تاعي في خلال ثانية. الآن درنا ناطقة. ما معنى ناطقة؟ يعني كثير حدود على كثير حدود، صح؟ إذن هنا كيف كيف لما القيمة المطلقة لx تؤول إلى زائد لا نهاية، محسوب نحسب ليميت x تؤول إلى ناقص لا نهاية وليميت x تؤول إلى زائد لا نهاية. كي يكون عندي كثير حدود على كثير حدود وتكون النهاية x تؤول إلى النهاية، مشي عدد عدد نحسبه، أما النهاية ندو الحد ذو أكبر أس في البسط على الحد ذو أكبر أس في المقام، معناه تساوي ليميت لما x تؤول إلى ناقص لا نهاية، نبدأ بهذه صح، وتساوي ليميت لما x يؤول إلى زائد لا نهاية صح، ندو الحد ذو أكبر أس في البسط اللي هو 2x مكعب على x مربع، 2x مكعب على x مربع صح، نختزلو x مكعب مع x مربع تساوي لنا وتبقى لنا ليميت، تبقى وحده الفوق لانه الفوق كاين مكعب والتحت مربع، ليميت 2x لما x تؤول الى ناقص لا نهايه، معناه تولي لي اثنان مضروبه في ناقص لا نهايه، اذا تساوي ناقص لا نهايه صح، تساوي كيف كيف نفس الشيء ليميت 2x لما x يؤول الى زائد لا نهايه، نفس الشيء 2 في زائد لا نهايه زائد لا نهايه، لاحظ حليناها في خلال ثواني فقط، ليه ليه؟ علاش راني ندرب فيك هكا؟ لانه مرات كيكون الجذر ولا كيكون الداء كثير حدود ويكون الجذر وتحته كثير حدود، يا اخي قلنا نحسبوا الكثير حدود اللي راه داخل الجذر، النهاية تاعو هي نهاية الجذر. عندنا كذلك هنا دالة ناطقة كثير حدود على كثير حدود اوتوماتيكمون، وراح نحسب هنا القيمة المطلقة لـ x تؤول إلى أي تساوي ليميت لما x تؤول إلى ناقص لا نهاية، وكذلك ليميت لما x تؤول إلى زائد لا نهاية صح. عندي الحد ذو أعلى أس في يعني أكبر أس في البسط على الحد ذو أكبر أس في المقام، يعني x مربع على ناقص x مكعب، x مربع على ناقص x مكعب صح. نختزل الاثنان مع الثلاثة تعطيني تولي ليميت ناقص واحد على x لما x يؤول إلى ناقص لا نهاية صح، تولي لي هذه ناقص واحد على ناقص لا نهاية، أي عدد قلنا باللي أ على لا نهاية يساوي الصفر، ومن بعد نشوف الإشارات هذه واش تساوي لي، تساوي لي الصفر، إذا حوزت واش من صفر زائد ولا ناقص، ناقص على الناقص تعطيني صفر زائد، هذا إذا احتجت الصفر إذا كان هكا صح، مرات نكتبو صفر وخلاص النتيجة، ومرات نحتاجوه إذا كان صفر زائد ولا سالب موجب أو سالب صح. نفس الشيء هنا ليميت x لما x تؤول إلى زائد لا نهاية ناقص واحد على x، إذن هنا راح يكون عندنا ناقص واحد على زائد لا نهاية، إذن تعطيني صفر سالب، ننتقل الآن إلى الدوال الجذرية، ليميت الجذر x مربع زائد 2x ناقص 3 لما القيمة المطلقة لـ x تؤول إلى زائد لا نهاية، نفس الشيء كما درنا، يعني كنت سابق وقلت لكم بلي كي يكون عندي الجذر وعبارة جبرية تحت الجذر كثير حدود نخرجوا هذا كثير حدود من تحت الجذر نحسبوا النهاية تاعو، النهاية تاعو هي نهاية الجذر، إذا ليميت إذا صبنا حالة عدم تعيين هنا نلجؤوا لطريقة أخرى، نلجؤوا لطريقة أخرى دروك نشوفوا صح، إذا عندي ليميت ماذا؟ نجبد هذيك اللي راهي تحت الجذر x مربع زائد 2x ناقص 3
لما إكس تؤول إلى ناقص لا نهاية، وندير كيف كيف ليميت إكس مربع زائد 2 إكس ناقص 3 لما إكس يؤول إلى زائد لا نهاية. صح، إذن مادام راهو عندي كثير حدود ندير حد أكبر أس كما درت مع كثير حدود. صح، ليميت لما إكس تؤول إلى ناقص لا نهاية إكس مربع فقط، إكس مربع إذن تولينا ناقص لا نهاية مربع، معناها تولي تساوي زائد لا نهاية. صح، هذه واحدة. ليميت إكس مربع لما إكس تؤول إلى زائد لا نهاية تساوي زائد لا نهاية. إذن هذا نكتبه هنا، إذن ليميت جذر إكس مربع زائد 2 إكس ناقص 3 لما إكس يؤول إلى ناقص لا نهاية نفس الشيء تساوي زائد لا نهاية. يعني شوفوا جبدنا كثير حدود من تحت الجذر، حسبنا النهاية تاعو، النهاية اللي صبناها هي نهاية الجذر، هذا دالة الجذرية. هنا كيف كيف، إذن ليميت جذر إكس مربع زائد 2 إكس ناقص 3 لما إكس يؤول إلى زائد لا نهاية تساوي شحال صرنا هنا، زائد لا نهاية، إذن هنا زائد لا نهاية. أس عندنا كيف كيف ليميت جذر إكس مربع زائد 2 إكس ناقص 5 على 2 إكس لما القيمة المطلقة لإكس تؤول إلى زائد لا نهاية نفس الشيء. لو جينا حسبنا كثير حدود لو تحت الجذر في البسط اوتوماتيكمون، مثلا ليميت لما اكس تؤول الى ناقص لا نهايه اكس مربع، يعني واش نصيبها، نصيبها زائد لا نهايه، ونحسبوا اللي راهي في البسط، ليميت 2 اكس لما اكس يؤول الى ناقص لا نهايه نصيبه يساوي ناقص لا نهايه. يعني هنا واش يولي لي، يولي لي زائد، سواء نحسب زائد لا نهاية ولا يعني راح تولي زائد لا نهاية على ناقص لا نهاية، معناه حالة عدم تعيين. يعني الطريقة اللي حسبت بها الجذر قبل التمرين اللي قبل هذا، الدالة اللي قبل هذه خرجت عليها في اللي فات جازت، بصح أنا ما خرجتش عليها، خرجتني في حالة عدم تعيين. صح، إذن لازم لي اللجوء إلى طرق أخرى، يعني ما نقدرش نحسب ما نقدرش نحسب النهاية مباشرة، لازم لي اللجوء إلى طريقة أخرى. مشكلتي وين راهي؟ ما راهيش في المقام، مشكلتي راهي هنا في البسط في هذا الجذر، لازم لي نغير المتغير، يعني نغير هذا العبارة، هذا العبارة تاع الجذر لازم لها تتغير، ما تبقاش هكا. إذا نعطيك هذه التقنية تختم بها، كي يطيح لك جذر هكذا AX مربع زائد BX زائد C، تخرج X X عامل، أي القيمة المطلقة لـ X عامل مشترك، تولي لنا X مضروب في A، تقول يا أستاذ كيف تولي AX؟ لا، لأن هذه خرجت برا على الجذر، كانت جذر X مربع خرجت برا على الجذر، كي تخرج تولي هكذا. تولي كيما هكا، صح، يعني هذا القيمة المطلقة دي إكس، كي تدخل لداخل تولي إكس مربع. نعطيك مثال، مثلا دخلت لداخل تولي أ إكس مربع تحت الجذر، واحدة دخلت لداخل هنا في البي، صح، واش تولينا؟ تولينا بي إكس مربع على إكس، راحت إكس مع إكس تولينا بي إكس، يعني عودت رجعت الأصلها كما كانت. دخلت الداخل هنا في السي، صح،
واش تولي لنا؟ تولي لنا سي اكس مربع على اكس مربع. راحت اكس مربع مع اكس مربع، واش بقى لي؟ بقى لي سي وحدها. يعني كي نعاود نضرب هذا القيمه المطلقه لاكس لداخل تولي اكس مربع، كي تدخل لداخل في الجذر تولي اكس مربع، تخرج برا تولي قيمه المطلقه لاكس. علاه قيمه المطلقه لاكس؟ كي نكتب قيمه المطلقه لاكس معناتها راني كي معناتها الداخل كانت اكس مربع، يعني نقدر يعني قيمه المطلقه قلنا باللي يا اما ناقص اكس يكون اعداد سالبه، يا اما اكس. كي ندير ناقص اكس مربع واش تساوي؟ ناقص اكس مربع يعني خلاص تساوي اكس مربع، وندير اكس مربع نفسها يعني هي القيمه المطلقه لاكس. صح، نبداو بهذه التقنيه في حل هذا التمرين. يعني طحت لعدم تعيين، ما نقدرش نحسب النهايه مباشره، هنا نلجا الى تقنيات اخرى، منهم هذه وحده منهم. صح، هذا واش حبيت نقول لك. هنا لو كان محسوب كي دار لي القيمه المطلقه تؤول لي اكس تؤول الى زائد لا نهايه، محسوب ناقص لا نهايه وزائد لا نهايه. نبداو بناقص لا نهايه، ليميت جذر اكس مربع زائد 2 اكس ناقص 5 على 2 اكس لما اكس تؤول الى ناقص لا نهايه تساوي ماذا؟ ليميت لما اكس تؤول الى ناقص لا نهايه. صح، مقام خليه كيما راهو 2 اكس، اللعب راهو الفوق، اللعب راهو هنا في الجذر. صح، نخرج القيمه المطلقه لاكس، يعني نتبع التقنيه هذه اللي مديتها لكم في واحد. كي تدخل داخل اكس مربع تولي واحد زائد ب على اكس اي 2 على اكس ناقص 5، يعني ناقص 5 على اكس مربع. متفاهمين؟ صح، لكن هنا لاحظ مليح، هنا قيمه المطلقه لاكس ناقص لا نهايه، اذا العقليه الدور هنا تولي ناقص اكس، تولي ماذا؟ ناقص اكس. صح، اذا واش تولي؟ تساوي ليميت صح، شوف باش ما نظلوش نطولوا في الكتبه، ناقص لا نهايه القيمه المطلقه واش تولي؟ هذه قلنا ناقص اكس، ما نظلش نعاود فيها، نظل نكتب ناقص اكس. اكس راحت مع اكس، واش بقى لي؟ قال لي ناقص، ناقص هذا ما تنساهش ما راحش، يعني يولي ناقص واحد. صح، ناقص واحد زائد 2 على اكس ناقص 5 على اكس مربع على الاثنان. صح، جو تحت الجذر هنا، كون نديرو هنا 2 على ناقص على لا نهايه، 5 على لا نهايه، نعرفوا باللي عدد على لا نهاية يعطينا الصفر، إذن هذه راحت وهذه راحت. خلاص، واش بقالي؟ بقالي ناقص جذر واحد، جذر واحد وشنو هو؟ هو واحد، إذن واش بقالي؟ بقالي واحد، إذن ناقص ولتحت 2 ناقص النصف. هذه بالنسبة لي لما إكس تؤول إلى ناقص لا نهاية. وعندنا ليميت جذر اكس مربع زائد 2 اكس ناقص 5 على 2 اكس لما اكس تؤول الى زائد لا نهايه.
صح، ما اكس تعقل يا اخي، قلنا باللي تساوي ليميت نفس الشيء، لما اكس تؤول الى زائد لا نهايه القيمه المطلقه خرجوا هكذا جذر واحد زائد اثنان على اكس ناقص خمسه على اكس مربع على اثنين اكس. قلنا باللي زائد لا نهايه تعطينا اكس ماشي ناقص اكس، اكس نعاودو نكتبوها كيما هاك انا باش ما نضلش نعاود نكتب اكس، هنا تعطيني ناقص اكس، هنا اكس، هنا الى ناقص لا نهايه، هنا الى زائد لا نهايه. فهمت واش الدور تاع القيمه المطلقه؟ اكس راحت مع اكس، واش بقى لي؟ تساوي ليميت لما اكس تؤول الى زائد لا نهايه جذر واحد زائد اثنين على اكس ناقص خمسة على اكس مربع على اثنين. هذيك اثنين على اكس يعني اثنين على لا نهاية راحت ولات صفر كما الفوق، راحت ولات صفر. واش بقى لي؟ بقى لي جذر واحد، جذر واحد هو واحد على اثنان النصف. عندنا كذلك ليميت جذر اكس مربع زائد 2 اكس زائد 2 ناقص 2 اكس لما اكس تؤول الى زائد لا نهايه. هنا لو جينا دينا الى يعني الجذر خدمنا هذه اللي راهي تحت الجذر ودينا ليميت، يعني لو درنا ليميت الاسد اكبر حد لان نحسبه كثير حدود لما اكس يؤول الى ناقص لا نهايه راح يعطينا زائد لا نهايه. وعندنا هنا ليميت ناقص 2 اكس لما اكس يؤول الى ناقص لا نهايه، لان هنا واش راح يولي ناقص لا نهايه 2 اكس هو الناقص، اذا زائد لا نهايه، اذا هنا عندي زائد لا نهايه زائد لا نهايه، اذا ما عنديش اشكال. اذا واش ندير؟ ليميت اكس جذر اكس مربع زائد 2 اكس زائد 2 ناقص 2 اكس لما اكس تؤول الى ناقص لا نهايه تساوي زائد لا نهايه. صح. اما ليميت جذر اكس مربع زائد 2 اكس زائد اثنان ناقص 2 اكس لما اكس تؤول الى زائد لا نهايه. بالطبع لو درنا تاع اكس مربع راح نصيبو زائد لا نهايه، نديرو تاع ناقص 2 اكس نصيبو ناقص لا نهايه، يعني هنا راح نطيح في حاله عدم تعيين. طيح وين؟ في حاله عدم تعيين. الاولى سلكت، هنا راح نطيح في حالة عدم تعيين، إذا لازم نغير العبارة، لازم نغير العبارة، إذا تساوي القيمة المطلقة لإكس ليميت عفوا ليميت لما إكس تؤول إلى زائد لا نهاية القيمة المطلقة لإكس في واحد زائد اثنان على اكس زائد اثنان على اكس مربع ناقص 2 اكس. اذا هذا القيمة المطلقة مادام تؤول الى زائد لا نهاية نديرها اكس، نحي القيمة المطلقة، تعاود تكتبها ونحي القيمة المطلقة. كون في الناقص، في ناقص لا نهاية صبناها مثلا، صبناها حالة عدم تعيين، هنا دير اكس ناقص اكس، لكن في زائد عدم كي نحو القيمة المطلقة في زائد لا نهاية نديرو اكس برك. خلاص صح، درنا اكس. إذا واش ولات لي؟ لاحظ عندي اكس هنا مضروبة فيها الجذر وعندي اكس هنا، صح. إذا نكتبها على الشكل التالي، ليميت لما اكس تؤول الى زائد لا نهايه، لانه علاش راح نطيح ثاني في حاله عدم تعيين، كون خليها هكا
إذا نزيد نبدل ندير إكس عامل مشترك، عامل مشترك راه مضروب في الجذر، واحد زائد اثنين على إكس زائد اثنين على إكس مربع وناقص الاثنان. صح، عندنا هنا اثنين على لا نهاية واثنين على لا نهاية، يعني عدد على لا نهاية عطينا صفر. صح، هذه خلاص صفر، هذه صفر. إذن واش بقى لي لتحت؟ بقى لي جذر اثنان، الجذر واحد ناقص اثنان، يعني جذر واحد هو واحد، واحد ناقص اثنان أي تعطيني ناقص واحد. صح، ناقص واحد. هنا هذه الإكس تولي لنا زائد لا نهاية، يعني والداخل تحت الجذر ناقص واحد، إذن تولي لي زائد لا نهاية مضروبة في ناقص واحد زائد في الناقص، زائد في الناقص واش يعطينا؟ يعطينا ناقص لا نهاية. عندنا ليميت جذر إكس مربع زائد ثلاثة إكس زائد واحد ناقص إكس لما القيمة المطلقة لإكس تؤول إلى زائد لا نهاية. عندنا ليميت جذر إكس مربع زائد ثلاثة إكس زائد الواحد ناقص إكس لما إكس تؤول إلى ناقص لا نهاية. لو كان نجي نحسب هذه اللي راهي تحت الجذر نخرجها، عامل نخرج كثير الحدود من تحت الجذر، اذا ندي غير اكس مربع، يعني تولي لي ليميت، يعني نحسب ليميت اكس مربع زائد 3 اكس زائد الواحد لما اكس تؤول الى ناقص لا نهايه اي تساوي ليميت اكس مربع لما إكس تؤول إلى ناقص لا نهاية، ناقص لا نهاية مربع، إذا ناقص في الناقص تعطينا زائد لا نهاية. صح، وهنا تكتب لدينا ليميت ناقص إكس لما إكس تؤول إلى ناقص لا نهاية تولي ناقص في ناقص لا نهاية، إذا تعطينا زائد لا نهاية. معناها هنا واش عندي؟ عندي زائد لا نهاية زائد لا نهاية، إذا ما عنديش إشكال تساوي زائد لا نهاية. هذه لما تكون إكس تؤول إلى ناقص لا نهاية تساوي زائد لا نهاية. صح، ولما تكون إكس تؤول إلى زائد لا نهاية، لما تكون إكس تؤول إلى زائد لا نهاية بالطبع كنا نحسب كما اللي فاتت، هنا إكس مربع تعطيني زائد لا نهاية، وهنا ناقص إكس تولي ناقص في زائد لا نهاية تولي ناقص لا نهاية، إذا نخرج في حالة عدم تعيين. يعني الطريقة اللي حسبت بها في لما إكس تؤول إلى ناقص لا نهاية مخرجتش عليها، من حالة عدم تعيين. أيوة، واش ندير؟ هنا نلجأ إلى التقنية اللي استعملناها قبيلات، إذن تساوي ماذا؟ تساوي ليميت لما إكس تؤول إلى زائد لا نهاية قيمة المطلقة لإكس مضروبة في واحد زائد ثلاثة على إكس زائد واحد على إكس مربع وناقص إكس. صح، عندي هنا لما إكس تؤول إلى زائد لا نهاية، إذن نحي ذيك القيمة المطلقة وتولي إكس. صح، عندي هنا إكس وعندي هنا إكس، دير إكس عامل مشترك، إذن واش تولي لي؟ تولي لي تساوي ليميت لما إكس تؤول إلى زائد لا نهاية إكس في جذر واحد زائد ثلاثة على إكس زائد واحد على إكس مربع ناقص الواحد. خلاص، صح. إذن هنا واش تولي أعزائي الطلبة؟ هنا تولي زائد لا نهاية، هذه ثلاثة على لا نهاية تولي صفر،
واحد على لا نهاية يولي صفر، يبقى لي جذر واحد ناقص الواحد معناه واحد ناقص الواحد يساوي الصفر، يعني تخرج عندي زائد لا نهاية مضروبة في الصفر. واش هذه حالة عدم تعيين؟ أو أنا زدنا طحنا في واحدة أخرى، زدنا طحنا في حالة عدم تعيين أخرى. أيوة يعني مشكل. كيفاش نديرو الأمر؟ هاي شكون يخمم عليا؟ حسبنا كيما الأولى طحنا في حالة عدم تعيين، غيرنا الشكل تاع العبارة طحنا زدنا طحنا في حالة عدم تعيين، واش نديرو درك؟ نوش نقول لك دير هذا الإكس عاود رجعها لداخل، ها؟ أو لا لا ما نخرجوش فيها، بقات لي حاجة واحدة اللي نستعملها في إزالة حالة عدم تعيين. شكون لي فيكم هنا اصيبها لي؟ عندي جذر المرافق، المرافق إذن تساوي ليميت. كي درت التقنية هذه كون ما خرجتش نروح للمرافق، ما عنديش إشكال، ما عنديش حل واحد آخر. واش تولي لي ليميت لما إكس يؤول إلى زائد لا نهاية إكس؟ كيما نضرب البسط في المرافق نضرب المقام في المرافق، هنا المقام راه واحد نضربه هو ثان في المرافق. المرافق شكون هو؟ هذا الجذر زائد واحد، هذا هو المرافق صح. إكس في جذر واحد زائد ثلاثة على إكس زائد واحد على إكس مربع ناقص الواحد مضروب في المرافق اللي هو الإكس، معناها ما دخلها في المرافق صح. واحد زائد ثلاثة على إكس زائد واحد على إكس مربع زائد الواحد، هذا هو المرافق. ولتحت في المقام نضرب واحد في المرافق محسوب نعاود ونكتبو ذاك المرافق كما كان، واحد زائد ثلاثة على إكس زائد واحد على إكس مربع زائد الواحد صح. أيوة يعني تعقدتها. هنا كيفاش راهي؟ هنا راهي عندنا أ ناقص بي ناقص، نهضر فيها ناقص ونكتب فيه زائد، ناقص بي في أ زائد بي، واش تساوي؟ تساوي أ مربع ناقص بي مربع. الأ مربع هو هذا الجذر والبي هو الواحد، معناها واش تولي لي؟ تولي تساوي ليميت لما إكس يؤول إلى زائد لا نهاية إكس في جذر واحد زائد ثلاثة على إكس زائد واحد على إكس مربع، هذا البي بي مربع ناقص الأ عفوا ناقص واحد مربع على جذر واحد زائد ثلاثة على إكس زائد واحد على إكس مربع زائد الواحد صح. هنا كي تولي مربع اللي راي تحت الجذر تخرج، ما تبقاش في تحت الجذر لأنها مربع. إذن واش تولي لي؟ تولي لي ليميت عفوا لما إكس يؤول إلى زائد لا نهاية إكس في واحد زائد ثلاثة على إكس زائد واحد على إكس مربع وناقص الواحد خلاص صح، ناقص الواحد على هنا على هذه. وكل جذور صراحة يتعبوا يعني، غير عليكم على الصبر وخلاص كي تكون في دالة جذرية. زائد واحد على إكس مربع زائد الواحد، واحد وناقص واحد راحوا،
واش نقول لك دير؟ اضرب ديك الاكس الداخل، دخلها الداخل تساوي ليميت ما اكس تاو الى زائد لا نهايه اكس، نضربها في 3 على اكس، تولي لنا 3 اكس على اكس، تولي لنا هكا 3 اكس على اكس. اذا واش تولي لنا؟ تولي لنا ليميت 3 تكور، صح. المقام كتبو كيما راهو، 1 زائد 3، 3 على اكس زائد 1 على اكس مربع او زائد الواحد. اضرب الاكس في 1 على اكس مربع، واش تولي؟ تولي اكس على اكس مربع، يعني نختزلوا اكس مع اكس، اذا تولي لنا هنا زائد 1 على اكس، خلاص صح. 1 على اكس يعني 1 على لا نهايه، 3 على لا نهايه، 1 على لا نهايه، واش معناتها؟ معناتها هذا كامل صفر صفر صفر، جذر 1 يعني 3 على جذر 1، يعني هنا عندنا جذر 1 زائد 1 معناه 1 زائد 1 اي تساوي 2، تساوي 3 على الاثنان. عندكم هذا التمرين رقم 2، نخليه لكم للفيديو المقبل ان شاء الله، هذا تخدموه توجدوه تخدموا عندكم للفيديو المقبل. أعزائي الطلبة، إلى أن نلتقي بكم بإذن الله في الجزء الثاني من حلول تمارين تدرب على تعيين النهايات، إلى ذلك الحين أعزائي أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.